اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري، وحلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. كل عام وحضراتكم بخير، ما زلنا في الايام الاولى من الشهر الكريم والعشر الاوائل، يا رب خير وسعاده على كل اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. طبعا من خلال السوشيال ميديا احنا بنعرض على حضراتكم اللي نفسه في حاجه يقدر ان هو يطلبها واحنا بننفذها مباشره، يعني معانا متابعه جيده ممتازه بنشوف طلبات حضراتكم من خلال السوشيال ميديا. من ضمن الحاجات اللي طلبت مننا هنشوفها في المنيو النهارده نخليها مفاجاه، لان معانا نجمنا طبعا وضيفنا مش ضيف ده هو صاحب مكان، بيكون نجم من نجوم شاشه القناه الاولى من مقدمين النشره الاخباريه، هيكون متواجد معانا طبعا ونعرف تفاصيل واسئله كتيره هيجاوبنا عليها. ولكن المنيو بتاعنا النهارده محتوياته زي اي بيت، في الرز، في اللحمه المفرومه، في عجينه السمبوسه، في فراخ مفرومه هنعملها برضو سمبوسه، عندنا طبق السلطه الجميل، الطماطم اللي هي تحل مكان طبق المقبلات او الترش على السفره بتاعتي. ولكن خلونا بنتسال برضو من خلال السوشيال ميديا في العزايم، احنا دايما في الايام الاولى من الشهر الكريم بنعزم كتير او بنتعزم. قبل ما تعملي العزومه فكري الاول واعملي اتصالاتك بضيوفك، تحب تاكلوا ايه؟ هيوفر عليك مجهود كبير قوي، هيوفر عليك انك انت الكميات اللي هتعمليها على قد الضيوف على حسب ما بيحبوا. في اطفال جايين لازم ينبهم من الحب جانب، نعمل لهم الاكلات اللي هم حابينها. في كبار السن جايين نعمل لهم كمان المشروب اللي هم حابينه، سواء نسبه السكر تكون قليله، الملح قليل، وهكذا. على فكره اتصالك بالضيوف قبل ما تعزميهم واحد واحد وتساليه هيوفر لك حاجات كتيره، واعتقد ان السفره هتعجبهم كلهم. انا مش عايز اطول لحضراتكم لان معايا طبعا ضيف وحبيبي هو ونجم متالق وبيجتهد وبيحب شغله جدا، هيكون المفاجاه بعد الفاصل، اوعى تروحوا بعيد تابعوني. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع نجم من نجوم شاشه القناه الاولى، نجم اعلامي بيقدم النشره الاخباريه على شاشه القناه الاولى، وهو متالق في شغله بيحب شغله بس عنده مشكله مع المطبخ، لو دخل المطبخ في حاله ما يكون هو جعان وبيستعجل الاكل، بس يعمل حاجه في المطبخ لا. ولكن هو طبعا شاطر وكمان متالق في عمله، فخلينا نستقبله مع حضراتكم. هو مش ضيف، هو صاحب مكان. معايا طبعا الاستاذ محمد عبد الله الاعلامي الكبير. استاذ محمد اتفضل. يا شفنا يا شفنا يا شفنا، كل سنه وانت طيب. مقدمه جامده. لا لا لا، شغل عالي قوي حبيبي. حبيبي يا شفنا، صوت طيب يا شفنا، متشكر قوي على المقدمه الجميله دي. حبيبي يا شفنا، حبيبي يا شفنا، حبيبي يا شفنا، تسلم. ايه القلق اللي انت عامله ده يا شيف؟ عايز اكلك النهارده من ايدي، انا عارفك بتحب الاكل. بس انا عليا حتب صغير كده يا شفنا، يعني اتفضل. يعني طول شهر رمضان، قبل شهر رمضان معاك طول الوقت. اه مظبوط. جاي تعزمني مفيش النهارده في شهر رمضان يا شفنا. بالفعل هو دايما احنا بنشوف بعض طبعا قبل، بيصادف هو طبعا عليه شغل، يعني انت عارف هي صدفه انك انت تكون معايا في رمضان، بعد ما نخلص هنفطر مع بعض بس كده. ما عنديش مشكلة. تمام كده، تمام كده. حبيبي انت النهارده مطلوب من حضرتك انك انت تقول لنا المنيو بتاعنا ايه. انا المكونات عاديه يا خالص، انت في المطبخ فتحت التلاجة. حلو. لقيت المدام في حاجات، في لحمه مفرومه، في رز، في عجينه سمبوسه هغششك. حلو. في فراخ. تمام. مفرومه. آه. عجينه سمبوسه وفراخ مفرومه، يبقى هنعمل سمبوسه بالفراخ. خلاص كده. طيب كده عندنا لحمه جملي. ايوه. ورز مصري مطحون. آه. وخضره. ادام اللحمه جملي ورز. أيوة. يبقى كفته على طول. على طول صح كده، شاطر ما شاء الله. أيوة. خلاص بالصوص كده. ايوه كده. اللي هي اللحمه الجملي، كفته اللحمه الجملي والرز. آه. وعندنا طماطم. دايما انا مش من هواه الترش على السفره في رمضان، ما بحبوش. ليه بقى؟ وما اشتريهوش من بره، احب في البيت يتعمل الخيار المخلل، باذنجان مخلل. آه. طماطم مخلله وهكذا. فمعانا طماطم النهارده هنعملها سلطه متبله. سيبها لي بقى دي يا شيف بقى. ايوه انت خلاص تبدع فيها. بس سيب لي بقى، يعني سيب انا هسيب لك حاجه. ده انا الكواليس قالت لي انك انت شاطر جدا في الفته. انا مش عايز اقول لك بعملها ازاي. احسن يعني. واحد في العيله يعمل طبق فته. لا 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 خطيره. بس يعني عشان بس نكتشف لما يكون معانا اعلامي وبيقدم نشره اخباريه وبنشوفه دايما في الموقف الاخباري، ده شاطر جدا في الفته، بيتحدى الاسره في طبق الفته. لا لا خطير فيها. بس هو انا علاقتي بالمطبخ زي علاقتي باللغه الهنديه بالظبط، يعني ماليش علاقه. هي الفته بس الوحيد اللي ممكن بس كده. لكن لو دخلت مصايب بقى في المطبخ. قول لنا فتت لحمه ولا بتعملها فتت؟ فتت لحمه. قول لنا بتتعمل ازاي. بس بعيد عن الفته اي وصفه اوصفه لك، يعني بس عايز اقول للناس وورنينج، اي حاجه اوصفها دي الحاجات اللي انت ما تعمليهاش في المطبخ. بس كده. لكن مش بتنصحني اعمل الوصفه دي. اه يعني يعني دي النصيحه ليهم، ياخدوا وصفتك. الوصفه بتاعتنا دي اللي هم ما يعملوهاش. ما يعملوهاش. ده الافضل. انت اللي مقيد. احنا في رمضان يا شيف. طب قول لي بتعملها ازاي الفته؟ اول حاجه العيش. بتقطع. نقطع العيش. بتحمص. تمام كده. ونحمصه في السمنه. حلو كده. وفي في طاسه تانية. أيوة. نعمل فيها توم. حلو. ونحط طشه الخل. آه. صح كده. آه. ونحط الخلطه ديت
بس شويه على الشوربه عليها حلو، ونحطها على العيش حلو، ونقفل عليها نسيبها شويه. اه دي جديده، دي تركيه حلوه. ايه رايك؟ ايوه دي إيه جامده، دي جامده دي. لغايه ما العيش كده ايه يبقى طري، الصوص بتاع ايوه يشرب الصوص اللي احنا عملناه دوت. حلو، تحط طبقه الرز عليه واللحمه والصلصه. والصلصه بس لازم هم يكونوا عاملين كل الحاجات التانيه دي. لا كل لحمه مسلوقه وجاهزه، كل حاجه معموله، وانا بس التاتش الاخير ده بس. شاطر يا محمد، ليك مستقبل، خليك في النشر صح كده يا شيف. طيب زي ما قال محمد، احنا معانا نستاذن فريق العمل مقادير كفته اللحمه الجملي بالرز. مقاديرها على الشاشه. رز مصري ابو حميد حلو، مجروش او مطحون يعني، هو مغسول ونص ساعه يعني، وسايبينه يبقى طري. ومعانا لحمه مفرومه جملي، ما عندكيش لحمه جملي تبقى لحمه كندوز. والخضره الثلاثي المرح، انا مسميه الثلاثي المرح، اللي هو كزبره وبقدونس وشبت. الله زي ثلاثي ادوار المسرح كده. اه يعني تشوفهم الاكله تضحك. صحيح، لازم المصطلحات دي عشان اسمع الام ما تنساش. آه كزبره خضراء وشبت وبقدونس وبصل وتوم وفلفل وشويه بهارات حلوين. تمام كده، ايه رايك نعملها مع بعض؟ انا مش عايز اقول لك انا بحب الكفته دي قد ايه. الكفته دي انا بحبها جدا. آه. من ايام امي رحمه الله عليها كنت اكلها ناشفه مقليه، يتعملها هي بالصلصه الطماطم. ما هي بتعمل بالصلصه بس. أيوه. على ما هي بتتعمل في الزيت واحنا خلصناها. خلصناها واحده في واحده تكون خلصت. أيوه. البصل اهوت يتقطع كده بالسكينه. تمام حلو. طبعا يعني انت ليك معايا واقفه في المطبخ هتعمل حاجه، بس انا ايه عشان برضو ايه نعمل كفته. سيب لي الحاجات الصعبه يا شيف. أيوه. ارجوك يعني خلي الحاجات السهله انت عاملها، وسيب لي انا التقطيع. الحاجات الصعبه دي انا معاك فيها. البصل هتتفرم ناعم بالشكل ده وكده. ولكن ليا سؤال بقى دايما بنساله لكل ضيوفنا اللي بيجوا لنا يعني. ايه الحب الاكل اللي بتحب تاكله من ايد والدتك في اول ايام الشهر الكريم؟ يعني اول ما بيجي رمضان تبقى فرحان عشان تاكل من ايديها حاجه. هو في عاده دايما في البيوت المصريه كده، معرفش ايه مين اللي طلع العاده دي. لازم اول يوم البط والمحشي. صح كده؟ طب مظبوط. دي عاده في الحاجات اللي هي الدسمه. بس احنا بقى بنكسر العاده دي. احنا دايما بنحب اول يوم بيبقى فيه ملوخيه كده وورق عنب وكده يعني. والمحاشي اساسي. بس الاساسي ورق عنب مع الملوخيه يعني. اساسي ده. اساسي ده عندنا. طب بقى محمد، في الايام الاولى من الشهر الكريم تحب تتعزم ولا تعزم صحابك؟ لا احب اتعزم. تحب تعزم؟ اعزم. الوالده بقى دي الكرم بول. يعني لازم يوم اخواتي مع العيله كده ده مهم جدا. طبعا. يوم وفي العزومه بقى بتكتر الحبايب وتشكيله الاكل على السفره الجميله الحلوه. البيت بيبقى كله بركه بالعزومات. البركه يعني بيبقى ما هو رمضان بيتميزوا البركه، الحاجه القليله بتبقى كتير. بالظبط يعني في الشهر الكريم دايما احنا بيبقى في اكله لازم ناكلها في بدايه الشهر. انت بتحب تاكلها من ايد والدتك ولا من ايد مراتك؟ والله هما بصراحه الاثنين بيعملوا اكل خطير. الاثنين بيتنافسوا على رضاك يعني. لا وحماتي كمان يعني الثلاثه رهاب في الاكل. والاكل بقى يعني حماتك ومامتك. حماتي تعمل مثلا طاجن باميه باللحمه الضاني. ملوش حل. حلو. خطير. والدتي بقى تعمل بطانيه بطاطس دي بقى كده باللحمه كده برضو مع الرز كده ملاش حل. حلو. مراتي بقى الاكل الغربي بقى يعني. مراتي يعني ستيك. بيتزا مش عارف. طب ليه تعمل الاكل الغربي اكتر يعني؟ ليه ما اتعلمتش مثلا من مامتها؟ بتعرف تعمل. تعمل بس. هي متفوقه اكتر في الاكل الغربي. في الاكل الغربي اكتر. طب هسالك يعني سؤال، اعتقد بعد الاجابه على السؤال ده حاجه من الاثنين، يا تروح تفطر معايا في البيت يا تفطر عند اصحابك. لا اما اخد الحاجات دي افطر بيها النهارده. بتحب اكل والدتك ولا اكل حماتك اكتر؟ والله الاثنين اكلهم بقى. عشان اعرف اروح بس. اجابه اعلامي بقى، اجابه اعلامي. قال لك الاثنين اكلهم حلو. الثلاثه عشان يبقى مظبوط. الثلاثه مظبوط. ما رضيتش ادخل زوجة حضرتك في. لا خليها الثلاثه بالمره بقى عشان يبقى الثلاثه اكلهم. الثلاثه يعني تحب يعني اكل حماتك واكل والدتك بصراحه حلوين. بصراحه. بس في حد يعني تحب تبقى انت ايه؟ تحب تاكل من ايده حاجه كده في كل حاجه ليه يعني. دايما كده كل يعني مثلا تلاقي والدتي متميزه في حاجه جامده جدا فيها. بس هقول لك على حاجه. بص صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. مش عيب ان الواحد تبقى والدته هي في المرتبه الاولى، الحامه كمان في المرتبه الاولى، حتى حماتك تفرح. اللي ملوش الخير في اهله صح، ملوش الخير في الناس التانية. صحيح. عشان جامل احنا يعني. طبعا. والدتك هي فوق بعد ربنا سبحانه وتعالى. صح ولا لا؟ صح. مفيش كلام. وربنا يديها الصحه وطوله العمر يا رب. حماتك على العين وعلى الراس ومراتك وكل حاجه وزي الفل. صحيح. وبتحب حاجات تاكلها من ايد والدتك وحاجات من ايد حماتك. صحيح. دي الاجابه يا استاذ يا اعلامي يا كبير. صح ولا لا؟ صح كده شايف. طلعتك انا من المشكله الكبيره. انت ضبطتني كده. اللحمه المفرومه مع الرز مع الخضره مع البصل مع الثوم، المكون الجميل الحلو ده كده بيتفرم على الكبه. طبعا احنا ما عندناش الكبه اللي هنفرم عليها لان بتاخد وقت كبير. هي اللحمه كلها بتبقى جملي يا شيف؟ لو هي لحمه جملي تبقى افضل. كلها بتبقى يعني خلينا اللحمه الجملي مره في الشهر.
هي قيمتها الغذائيه عاليه جدا وغنيه بالالياف ومهمه جدا، ولكن يعني ما نكسرش من اكلها. دي اللحمه الجملي، ولو مش موجوده احط استعمل كندوز. بس هي الكفته دي بصراحه طعمها اكتر من الجمل بالذات لما تكون هي بقى متصبعه زي كده. مخرجنا الجميل دي قبل ودي بعد. شكلها رهيب. يعني احنا فرمنا دي على الكبه او فرمناها في المفرمه، طلعت معانا في الاخر دي اللي هي كفته اللحمه الجملي. السؤال الشايك تاني للاستاذ محمد ابو حميد. طب خليني اسالك شي مره شيب بقى، انت مساعد يعني برضو الشغل الاعلاميين بيشتغل جواني يعني. حلو اتفضل. طب انت ايه الاكله اللي تحب تاكلها من والدت ايد والدتك بقى؟ ما اكلتهاش من ايد والدتك وما اكلتهاش من ايد حد تاني؟ ملوخيه بالارانب رحمه الله عليه. كل الدنيا عارفه انا كنت احب اكل من ايديها ملوخيه بالارانب. شفت الارانب دي اكله عزيزه طبعا. والارانب دي لازم نخدم عليها صح عشان ناكلها صح. صح مظبوط. يعني مش هي اي حد يطلعها مظبوط. مظبوطه ويا سلام لما تحمرها كده بعد ما تستوي في حته سمنه بلدي وانت بتاكلها تقرمش تحت اسنانك يا ابو حميد. الله. مع شويه ملوخيه معمولين بشوربه الارانب. الله يشوف. وشويه رز ابيض مصري لطاف كده، وتحط الملوخيه على الرز وتقلبهم مع بعض. بألف جوعت انت. انت بقى راجل يا عم انت. بعتنا يا شيف، بعتنا النهارده يا شيف والله. كفته اللحمه الجملي دي بعد كده هنمسكها طبعا نحمرها في الزيت دلوقتي. بص على الحلاوه والشقاوه. بص كلها مقاس واحد ولازم تتعامل زي الصباع الايد الصغير. شفت دي كفته. طبعا انت عشان اعلامي شاطر وانا بحبك ومجتهد في شغلك للامانه. من القلب للقلب والله يا شيخ. طبعا يعني احنا على علاقه طيبه جميله. اقول لي الاول فيه في ورا موضوع صينيه البطاطس دي. هي دايما بتعملها، انا اقول لها يعني اقعد اناقش فيها كده اقول لها مش حلوه قوي. كل يوم صينيه البطاطس. كل ما اجي تعملي بطاطس يعني طب ما شوف لنا حاجه ثانيه. فهي اكنها اتعقدت من صينيه البطاطس. فهي قالت لك دلوقتي سين صينيه البطاطس مستنياك يا محمد. خلص وتعالى لي. تعالى لي بقى عشان تاخد البطاطس. ربنا يخليها لك. ربنا يخليك يا شيف. مفاجأة حلوة قوي قوي قوي. أشكرك. طب أنا عايز أسألك حاجة يا شيف. اتفضل. هو المود الواحد بيفرق وهو بيطبخ؟ ده أنت جيت على الحتة بتاعتي. طب ما تقول لي بقى. مزاجك حلو الأكل هيطلع حلو. فعلا بجد يا شيف. معتن مزاجك، وطبعا بنصح ست البيت ما تخشيش المطبخ ومزاجك مش حلو. والله لو الأكلة يعني عملنا لها أي حاجة. أنت مزاجك حلو، المية في إيدك شربات. طب اطلب من مره كده من زوجة حضرتك فنجان قهوه وتكون هي متعكنينه وانت مش جايب لها اللي هي عايزاه. القهوه بقى تقول زياده سكر زياده محروقه من غير وش خالص. انما تخيل دخلت حبالها بحب، انت هتشربها بحب وتقول لها تسلم ايدك. هو في الحالتين بنشربهم يا شيف يعني. في الحالتين هيتشربوا. في الحالتين هيتشربوا وهتقول الله يعني. دي النصيحه التباب يعني. في الحالتين القهوه مظبوطه تحفه يعني. في الحالتين طب بس عارف لو احنا بس المره الجايه كان القهوه ليها وش يعني انت على قد ديت يعني. المثل الشعبي يقول لك انت اللي على الرز لما يستوي. هو ده. بس لازم يغلي الاول. الرز بالشعريه بالذات علشان يطلع معاكي حبه وحبه ومستوي، نصيحه من شيف بيحبكم، سيبيه على النار بعد ما تحط الشوربه بتاعته المغليه مع الشعريه اللي اتحمرت والرز، لان عدل الكفته دي رز بالشعريه هنعملها بصلصه طماطم، فلازم تهدي النار عليه بعد ما يغلي مباشره. هناخد بعدين ونطلع فاصل صغير ولسه لنا اسئله كتيره مع الاعلامي الاستاذ محمد عبد الله. اوعى تروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع الاعلامي الاستاذ محمد عبد الله مقدم النشره الاخباريه على شاشه القناه الاولى. حبيبي يا شيف. حبيبي يا ابو حميد. السؤال الجميل اللي جاي لك بقى، قول لي يا ابو حميد دلوقتي انت بتحب في الشهر الكريم تقضي السحور بره مثلا زي اصحابك تقضيها، ولا من الناس اللي هي تنام بدري وما تتسحرش وتصحى مع صلاه الفجر؟ لا لا احب اتسحر بس يعني أساس. ممكن مش كتير قوي اتسحر بره يعني. يعني مش كتير احب الاكل بره البيت في رمضان سواء سحور او فطار يعني. بلتوتي في الاكل في حلو. بلتوتي في الاكل في البيت بس ممكن تتعزم على السحور يعني. لطيف لطيف جدا. لازم يبقى في كده كام يوم كده سحور بره. وانت الفطوره برده وكل حاجه ده يا ريت يا ريت ده الواحد يتبسط. حبيبي ابو حميد انا بعمل لك كفته لحمه جمل اهيت. هي المشكله كلها شيف بقى ان عندنا مشكله، ابتدت روائح الاكل تطلع. وابتديت كده شيف يعني مش عايزه، انا عايز اوصف للناس ريحه الاكل عامله ازاي هنا. الريحه اللي طالعه مش عايز اقول لكم الوصف بتاعها عامل ازاي. لا كفته اللحمه الجملي بالذات دي لها ده لسه كمان معي. هيطلع. لا والله دي عايز اقول لك لما بتتحمر كده شفت ازاي. بص في نازله في الزيت ولازم تتحمر بالشكل ده كده واحده واحده. انا عايز اقول لحضرتك لو كان مش كانش في رمضان كان هتتحمر وكنا خلصناها وانت قبل ما تنزل في الصوص. بتبقى عامله زي اللوز. تاكلها لوز لوز مقرمش. بس اللي عاملها بالمقاس يعني مش حبه واحده ازاي. لا لا كلها بالمقاس يعني. دي المساعده بتاعتك ازاي. انا ما عنديش طول بال اعملها كده. لا خلاص الله يكون في عونك يا شيخ. الوقت الله يكون في عونك. شفت
طيب ابو حميد، في سؤال مهم جدا، ولادك ما يحبوش ياكلوا من ايدك في المطبخ؟ يا بابا تعالى مثلا اعمل لنا اكله حلوه كده. مره عملت تحدي كده انا وابني وقلنا لهم بنتي ومراتي يطلعوا بره المطبخ بقى كده، احنا اللي هنعمل الفطار. حلو. وهي كانت اول مره واخر مره. طبعا المطبخ كركيب بقى يا لا يا ريت بس بتاع الغسيل. قلنا بقى هنعمل فطار بقى من كل حاجه، مصري على لبناني على كل حاجه ممكن تتخيلها. فالمشكله ان احنا اتحركنا في وقت واحد في المطبخ. يعني ابتديت تعمل فول في طعميه، في جبنه بالزعتر، مش عارف، كلهم في وقت واحد عشان تنجز في الانجاز مع بيض مش عارف ايه. حلو. فكله بقى اتحرق بقى يعني، ودي حاجه طالعه بره فما دخلناش تاني المطبخ. انا يعني عايزك تمارس هوايتك التانية اللي هي المطبخ في عمل الفتة، خليك تساعدني في المطبخ. مش هتندم يا شيف صدقني. خلينا نشوف. صدقني مش هتندم. عايز اخليك تعمل لي كده شغلانة حلوة. اجي لك؟ يلا بينا. كده. طبعا لازم تستعد. طيب انا جاهز. مفيش مرة انا عايز اسألك سؤال كده، معلش، موقف حصل معاك وانت بتقدم النشرة الإخبارية. يمكن السؤال ده مش موجود في السكريبت معلش، بس أكيد حصل موقف يعني، سامحوني. هنا في أنا ساعات بيحصل معايا موقف، ساعات يعني بقول لك ساعات باجي ناس الحلقة هعمل فيها إيه. معايا انت اكيد بيحصل معاك موقف يعني. هنا ما الديسك هنا مفيش مجال فيه للخطا. يعني حتى الاستراحات. الله يكون في عونكم بصراحه، الله يكون في عونكم. لا بتبقى قاعد فريق عمل في ظهرك كله وراك، مفيش مجال فيه ان انت ممكن يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا طبعا كله بستر ربنا. مفيش مجال فيه ان انت ممكن تفكر ان انت تتوارد تغلط كده ولا كده. مفيش لا يعني. لكن طبعا بقى الحاجات الحلوه بقى لما الواحد بينزل في تصوير خارجي بقى. ده اللي بيبقى بقى فيه بقى المواقف بقى اللطيفه يعني. تلاقي مثلا انت بتصور في الشارع مثلا، حد عايز لازم يجي يصور معاك، واخد بالك؟ حلو. فتحاول تقنعه، فتحاول مش عايز يمشي وانت عايز تخلص شغلك في الشارع بقى والكلام ده، عايز مثلا يتكلم في الغصب عنك مثلا او كده. فتحاول تصوره امريكاني كده ويمشي. مركز برضه معاك، انت واخد بالك؟ فدي المواقف اللي ممكن بقى دي ممكن تتعامل معاها في الشارع شويه، تتعرض ليها يعني. بالظبط كده. انا هعمل سمبوسه بالفراخ بس اول مره. بس انا السمبوسه دايما الواحد بيبقى باللحمه صح كده. احنا نعملها دلوقتي بالفراخ، الاولاد ممكن مش بيحبوا لحمه. السمبوسه بالفراخ بقدر الامكان بتكون شويه هيلسي يعني، ما فيهاش دهون كتير، خدت بالك؟ الجبنه مثلا فيها دسامه، اللحمه المفرومه فيها دسامه. دي فراخ بنيه شيف ديت دي فراخ مفرومه صدور. تمام. تتفرم وبعدين ناخد عليها بصل او تومه بالشكل ده كده ونقلبها، وانت هتساعدني دلوقتي في لف السمبوسه. طيب ماشي. ايه رايك؟ هي صعبة شوية دي بس نحاول. هعلمك. ماشي. ما تقلقش، كل حاجة هتبقى دلوقتي سهلة معاك. حلو. الفراخ كده قلبها لي أنت يا أبو حميد. طب اديني فرصتي. لا أنا عايز أساعدك. خلاص يلا. قلب لي الفراخ دي، خليها تستوي كده على ما أعمل أنا. بص إيه؟ بص يا شيف، هتاكل فراخ النهاردة بالسمبوسة ملهاش حل. على النار. لازم الفراخ تبقى إيه، مفلفلة. شوف الكفتة في قلب الزيت عاملة إزاي؟ بص الحلاوة. لوز. لوز يا مزاجه اللوز. ابتدت تطلع اللون الذهبي بتاعها بقى. دي ماما بقى اللي تعرفها بقى. ربنا يدسها. مامتك زي العسل. ربنا يخليك يا شيف. يا حاجة. الكفتة دي عملها محمد أهي. أيوة. الكفتة دي عملها محمد. بس هقعد بعد شوية. لوز يا لوز. تاخد تحميرة كمان شوية. تعالوا نجهز صوص الطماطم بتاع الكفتة. الكفتة دي عشان تبقى حلوة لازم نعمل لها شوية طماطم تخديعة أو متسبكة على النار. وتاخد إيه وقتها؟ بتشارك فيها معلقة سمنة بلدي حلوة كده. حلو قوي دي. حلو. تبقى حاجة لطيفة. مع بصلية ناعمة. شوية صلصة الطماطم دولت هم اللي هيخلوا الكفتة دي في حتة تانية. صح كده؟ بصلية ناعمة وفص التوم، ونستنى على البصلية لما تاخد لون. أنا لازم أقلب كده على طول صح؟ التقليبة دي أقلبها لغاية لما كلها تتفلفل. طيب تمام. وأنا بقلب جنبك. زي الفل. شفت ريحة البصلة مع السمنة البلدي؟ أنا بقول لك لا خطير. حماتك خطيرة. لما بتيجي البيت عندكم. أنت أكيد طبعًا أنت عارف هي بتحب تاكل إيه. بالظبط. مظبوط. حلو. يعني بتقوم مثلًا تعمل الأكل اللي هي بتحبها ولا إنك إجباري الأكل اللي موجود؟ سؤال محرج. لا بالعكس والله. هي حماتي لطيفه وبسيطه موت يعني. بس واضح ان في الواجب يعني. الواجب ان احنا بقى هي جايه يعني، هنخليها هي تخش كمان في المطبخ يعني. مراتي لا مراتي تقوم بالواجب بقى يعني. لا ما ينفعش بقى زوجتي تقوم تعمل الاكله اللي هي بتحبها. طبعا. بس في اكله مميزه تحب تاكلها من ايد حماتك، هتاخد زوجتك تقول لها تعالى عند حماتي النهارده، رايح اكل مثلا كفته اللحمه الجملي او اكل مثلا الكشري. هي عايز اقول لك ان هي بتعمل الكفته دي برضو ممتازه. يعني هي برضو خطيره في الكفته. كل ست بيت مصريه شاطره في عمل الكفته دي، خلي بالك. بس هي ملهاش. هي الكفته دي بقى مصري بقى صح يعني، دي طبق مصري اصيل. الكفته دي طبعا من الاطباق المصريه المعروفه يعني.
ما شاء الله الفراخ في ايدك زي انت مدلعني يا شيف النهارده يا شيف مفاجات. شوف الكفته في قلب الصوص بقى، سيبها تغلي بقى تقوم تطرى. شفت بقى سيبها بقى، خد التوابل بتاعتها. هو في فرق بتعمل في الحله او في الطاسه ولا جنبها الرز بالشعريه؟ أوبا. شفت الاكله دي؟ الاكله دي عشق. اوبا يا شيف انا احبها من زمان. لا يا شيف حرام عليك يا شيف. عشق رز بشعريه، رز بشعريه وكفته اللحمه الجملي. ده احنا يا شيف كده انا قعدت كتير قوي. انا عايزك بقى تلف لي شويه سمبوسه، اعلمك تلف السمبوسه ازاي. ايوه ايه رايك تتبل الفراخ انت بنفسك؟ تعال يلا بينا. توابل كده عايزك تتبلها لي بطريقه. يلا بينا. احط المفروض التوابل وهي على النار كده؟ توابل. انت دلوقتي بتتبل فراخ هتعملها سمبوسه. ها. حط ملح، حط فلفل، انا هجيب لك الحاجه كده. طيب بايدك ماشي. الحلوه يلا حبايبي. تمام. ده الفلفل الاسود ده اساسي، تاخد فلفل اسود. حلو. نبتدي بقى نعمل. طيب الرجاله ما تخشش المطبخ، خليت كل البوتاجاز فراخ. ما ده انا كده ايه، ده انا كده عامل يعني محافظ كده على الاداء وعلى النظافه. ده انا بخش بزروط الدنيا جوه يا شيف. العب. ايوه كده شفت بقى. بس ريحه الرز مع الكفته مشكله يا شيف. لا شوف الطماطم بكبكه كده واخد بالك. لا 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 شغل تسبك التسبيكه حلوه. شغل دولي وشغل عالي. بتاري كفايه كده فلفل اسود؟ لا كفايه فلفل اسود. صح كده. حط شويه بابريكا بقى. انا عايز بشوف عيار التوابل وانت بتحطها كده. طيب ايوه هبتدي بال بيديك درجه في المطبخ زي ما انت اعلامي شاطر كده. لا 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 انا عارف ده شويه كزبره. دي كزبره ولا ده كمون؟ كمون. صح كده حط كمون. ماشي شويه بابريكا. بابريكا اللي هي دوت ديت. طيب بابريكا اللي هي دي ده كركم. ده ايوه الفراخ تحب الكركم، حط شويه كركم كمان. دي البابريكا اللي هي شطه؟ شطه صح. بابريكا اللي هي لا بنت عم الشطه. بنت قريبتها يعني. قريبتها مش سبايس قوي يعني. طيب خلينا انت قلت لي الفراخ بتحب الكركم. أيوة. نديها شويه كركم زياده. اظبط الملح بتاعك بقى. يلا بينا. تسلم كده. ماشي يا شيخ. دايما البابريكا بريئه من اللي تكون سبايسي. الفلفل الحلو بيبقى ايه طبعا مطحون بس زي الفل. تمام. حلو كده؟ تمام. قلب بقى دول كده. ماشي. بالمعلقه ديت. قلب دي ولا قلب دي؟ قلب دي. طيب ماشي المعلقه اهيت. يلا طبعا عشان هنلف سمبوسه لازم الخلطه دي تبرد، ما ينفعش الف السمبوسه والحشوه سخنه. ما ايدينا ايدينا تتقطع. حاضر اقلبها بس كويس كده. الله عليك تسلم ايدك. انا خايف اغلط، خايف اغلط. لا لا زي الفل انت ماشي دلوقتي زي الفل. هتروح البيت من النهارده يخليك تعمل سمبوسه. خلاص بقى خلاص بقى كده يبقى تخصصي. حطها كده بقى. يلا بينا حبيبي. بسم الله الله عليك. والسمبوسه بالدجاج من ايد محمد عبد الله الاعلام الشاطر طبعا. اوبا بقى مقدم النشره الاخباريه. اوبا. على شاشه القناه الاولى هو اللي تبل الفراخ بايده وهنعلمه ازاي يلف السمبوسه دلوقتي بقى اشطر واحد يلف سمبوسه. ومعانا كفته اللحمه الجملي في النار ورز بالشعريه ومعانا سلطه الطماطم المتبله بتحل مكان الطرش على السفره بتاعتنا. هنطلع فاصل صغير ونرجع مع الاعلامي الاستاذ محمد عبد الله. اوعى تروحوا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وما زلنا مكملين مع الاستاذ محمد عبد الله الاعلامي الجميل المتالق اللي بيحب شغله. حبيبي يا شيخ. ولكن حبيبي. يحب ياكل بس. عملنا له النهارده كفته اللحمه الجملي مع صلصه الطماطم الجامده. شفت بص بص على الشقاوه، بص على الشقاوه. اوه اللهم اني صايم. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ انا عايز اقول حاجه يا شيف. يعني الله يكون في عون. اول مره احس باحساس كل واحده بتخش المطبخ في رمضان. شفت شفت الله يكون في عونها بجد. شفت قلت ازاي؟ لان دي فيها رز. الريحه مالهاش حل. ايوه اللهم اني صايم فعلا. انا عايزك بقى تشاركني في موضوع غير في الرز. انت بتديني مهام صعبه جدا يا شيف بجد. انت هتغرف بس يا ابو حميد. طيب هتغرف. انا مره انا عايز مامي وحماتك دلوقتي بيتفرجوا عليك. اساسي. ايوه يعني دي مهام صعبه جدا يا شيف. انا احرك ده كده هنا. حرك عادي براحتك. ماشي. انا عايز اقول لك حاجه بقى. مره على الرز ده ضحك. اتفضل. مره كان والدتي في مشوار بره. تمام. حلو. وانا والدي قلنا هنعمل رز مع يخني. انا بقى استاذ في اليخن دوت يعني. هجيبك في موضوعك. بس الرز ما شاء الله مفلفل وايه خلاص. فجينا نعمل رز في البيت ما كانش عندنا معلومه. بس طبعا الوصفه دي ما حدش يعملها طبعا. ايوه يعني انت بتشرح وصفه ما حدش يجي جنبها ارجوكوا. عشان ما تبوظش الرز بتاعك. فكان كل ما الرز الميه بتاعته تخلص حلو نحط ميه تاني تزود ميه. كل فاكر نفسك بتدمس فول. الله ينور. ايوه ماشي. لغايه ما طلع كده يعني بعيد عنك يا شيف كده كله كور كده. عارف انت زي لغايه لما طلع قرار بالازاله. تزيله خالص من هنا الرز ده. فاكتشفت بقى ان انت ما تزودش ميه على الرز يعني. دي المعلومه اللي انا اكتسبتها بعد يا ابو حميد. الرز يتحط له الميه مره واحده.
عشان كده لازم تظبط. طب ازاي يطلع مفلفل كده؟ اه مش كل شيف، مش كله بيطلعوا مفلفل كده شيف يعني. الشكل دوت بتاعه ما بيطلعش بالشكل ده في كل البيوت. انت عندك معلومه ان الرز بالشعريه دي وجبتي من غير اي حاجه ممكن اكله بس كده؟ يا اه والله مع طبق سلطه خضراء. ده عليه سمنه صح؟ ده طبعا لازم علاقه السمنه البلدي عشان بتاخده في مكانه ثانيه. الله الله الله. طب انت تحب الملوخيه تاكلها ازاي بقى؟ الملوخيه اكلها يعني تاكلها بالعيش ولا لا بالرز الابيض؟ ولا تشربها كده بالرز الابيض؟ لا بقدونس مش كرفس. اللي على الكفته دي يكون بقدونس. انت قلت الثلاث حاجات. بص ده كده انا كده في حلو كده ولا الف انا وشف كده زي الفل كده رضا قوي يعني. ده يكفيك على الفطار الرز ده بتالي يعني ممكن نبقى نقوم نكمل يعني بسبب حلاوته الزياده يعني. طيب تسلم ايدك. معلش انا فرفدت السنين بس لا ولا يهمك يعني. احنا نسوي كده بس اهوت اهو لان البرزنتيشن مهم يا ابو حميد. والنبي يا شيف معلش. كده الشكل ده كده يعني علمنا برضه عشان لو لا ده انت زي الفل في العزومات كده يبقى نخش نعمل التاتش بتاعنا انت في يعني. عملك ناجح بسم الله ما شاء الله. بس نصيحتي ليك ما تخشش المطبخ وليك هله وليك طلع الشاشه. حبيبي حبيبي ودي بترجع لحبك لشغلك على فكره ده بيبان. ربنا يخليك حبيبي. ده الرز بالشعريه خلاص اللهم صل على النبي. هتساعدني بقى في تقطيع الطماطم دي؟ طيب ماشي يلا ماشي. انا عارف كده انك بتقطع كويس. كواليس قالت لي تقطعهم كلهم ولا اتنين ثلاثه كده؟ هقول لك تقطعها ازاي دلوقتي. طب قول لي طريقه سهله كده. بص يا غالي سكينه اهيت. عينيا حاضر. ايوه اهو السكينه حملها لك كده. طيب انا عايز سلطه الطماطم دي هنعملها سلطه الطماطم متبله. انت عليك تقطيع الطماطم وانا عليا تبلها. خلاص زي الفل. على صح شرايح بقى سلطه الطماطم ولا اقول لك اقول لك تقطعها ازاي دلوقتي؟ مهمه صعبه دي. ها انت بصراحه يا شيف يعني انا تعبتني قوي شيف معاك يا شيف بس انا مبسوط حبيبي. انا اديتني مهام جامده جدا يا شيف. انا خلي بالك رمضان السنه دي مميز عندنا طبعا بضيافه نجوم شاشه القناه الاولى بالذات. فانا حاسس ان الموضوع ايه جميل. احنا مبسوطين مميز بشغلك حبيبي. وان احنا مبسوطين ان احنا معاك بجد والله. دي هنمسكها كده حلو اهو تمام نصين خلاص مفيش مشاكل لغايه دلوقتي كده تمام حاضر بس اقطع له واحده بس اكزامبل يعني. طيب وناخدها كده ماشي نصين تاني. حلو نيجي كده قطعنا نصين اهي. طيب وهسيبك انا تعيش معاها عشان عندي لف سمبوسه اهو. طيب ايه رايك كده كده ماشي. شفت الطماطميه دي كلها طماطميه تصدق بقى بس هي كده كده 3 3 6 8 يلا حطها بس كده بتعمل. بس هنرصها هنا ولا حطها؟ لا حطها لي هنا بس يعني حطها في اللي هنا في الكاسرولة دي. طيب زي الفل. انا اشتغل فيها السمبوسه اهو. سمبوسه بالفراخ. انا هلف معاك واحده كده ولا حاجه يعني خليك تلف سمبوسه دلوقتي. انت مش هترص الطماطم كده يا ابو حميد. انت حطها بس زي ما هي كده ماشي. حطها حطها زي ما هي خلاص ماشي. مش عايز اتعبك بس يا شيف يعني حبيبي. طيب ما شاء الله عليك. ايوه اما تقطع الطماطم بالنص. طيب لا خلاص يا شيف كل الحاجات اللي بيعملها دي يا مامي يا حماته. ارجوكوا لما يروح البيت لازم يعملها. انا محتاج كرسي عشان اتفوق فيها النهارده. لا خلاص كده انا حاسس ان انا يعني بقيت مضغوط. بس بتاع المغريه اللي قدامي انت حاططها قدامي يا شيف ديت الكفته بالرز ديت شكلها مغري موت يعني. اي حاجه كده وخلاص صح؟ لا تمام تسلم ايدك فله. ماشي يا شيف. طب انت حضرتك يا شيف بقى يعني قول لي اتفضل ايه اكتر حاجه بتميز المطبخ المصري؟ هتمارس الدور الاخباري عليا. بصراحه أيوة. يعني عايز ايه اكتر حاجه بتميز المطبخ المصري بتاعنا؟ وليه دايما هل المصريين يعني هم زيهم زي الثقافات كده بيستوعبوا اي ثقافه؟ يعني ممكن تلاقي مثلا في مصر محلات بيتزا باستا مش عارف اكل سوري اكل يمني. هل احنا بنتقبل كل الاكلات ولا الموضوع يعني حضرتك شايفه ازاي؟ بس المصري بطبيعته هو اللي علم الدنيا كلها ثقافه كل حاجه. الله والحضاره وكل حاجه والتاريخ يقول الله. وموضوع الاكل المصري ده بالذات كينونه يعني حاجه كده. يعني مثلا في اكلات واخده الشعار المصري تاكلها في الصين تاكلها في المريخ تطلع القمر تاكلها كانت المريخ هي مصريه. صحيح بالارانب مسقعه البتنجان الجميله اللي علمنا الدنيا دي كلها البصاره. صحيح خد بالك اكلات كده. الرز المعمر بتاعنا ده الرز المعمر ده لازم لما يجي يتحط قدام الواحد لازم الواحد يقف كده يعني واخد بالك يعني تعظيم سلام له. صحيح الرز المعمر بالسمنه البلدي. الاكلات المصريه دي لها تراثه مهما اتغيرت الاحوال ومهما رحنا وجينا مستحيل تتغير. الست المصريه بقى لها مذاق خاص في طعم الاكل المصري بتوابلها بطبيعتها بتلقائيتها وهي بتعمل الاكله. اي نعم المطابخ متعدده وكل حاجه بس في اكلات ملهاش عنوان تلاقيها في الاكل المصري.
خدت بالك؟ صحيح صحيح. بس هي دي اللي انا عايز ابص له بس بالنسبه لطعم الاكل المصري او المطبخ المصري. طيب تمام بجد والله، يعني هنلف السمبوسه ونقطع الطماطم في كل ده في دقيقتين يا شفيق. حاضر ماشي، حاضر حاضر حاضر. فجيني وقلب معاك دقيقتين. اشوف الشيف الشيف المغذي اشتغل ساحر هنا. ايوه بس هو هو رامي عليا بقى ان انا يعني ان انا معاك وبساعدك والكلام دوت، فهو فاهم ان احنا يعني ايه السرعه تبقى اكتر. طبعا احنا السمبوسه باللفه بالشكل ده كده معانا شويه جاهزين، نحط دول عليهم كده ونحمرهم في الزيت. الله حلو، في قلب الزيت تنزل كده. تمام بسم الله الرحمن الرحيم. يلا انت مليتها قوي يا شيف، ما خدتش بالك انا مشغول في الطماطم ده. بس تعلم لف السمبوسه. انت قلت لي هتدفع 5 جنيه. ماشي ماشي مش مشكله. الواحده ب 5 جنيه. خلاص بقى احنا دخلنا المطبخ بقى نخش. ايوه التحميره دي مهمه. ايوه بالشكل ده كده. حلو. رمضان في مصر حاجة تانية أبو حميد. والله. والسر في التفاصيل. من وجهة نظر الإعلامي محمد عبد الله، إيه التفاصيل اللي بتميز رمضان في مصر وتخلي الدنيا كلها تيجي ترمضان عندنا هنا في مصر؟ روح الناس دي بقى، يعني راي اعلامي. والله روح الـ روح الـ روح البشر اللي موجودين، روح الشعب. هي اللي مديها طعم رمضان. حلو. والله يعني تنزل في كل حته في مصر تحس بجو رمضان، في كل شارع في كل حاره. والله جو رمضان هو ده اللي مدي الطبع لمصر، هو ده مدي الجمال رمضان في مصر. حلو. وفعلا سبحان الله ما تحسش بجمال رمضان. انا سافرت العالم كله. رمضان هو مصر. صحيح. بالامانه والله العظيم. طبعا كل الدول على عيني وعلى راسي، بس شهر رمضان الكريم ده في مصر له طابع خاص، له تقاليد تانية، له مذاق تاني خالص، اذا كان في الاكل اذا كان في الاستقبال للشهر الكريم. احنا بنقابليه كمان بنبقى بنستعد للزينة، احتفاليه الناس في الشارع. ايوه في البيوت العزومات دي. دي كزبره خضراء مع توم وزيت زيتون، دول الثلاثه. بصلايه ناعمه. دول كلهم هنا. تمام خدت بالك. انت قلت حاجه على الـ على الـ على الثلاث حاجات دول. الثلاثي المرح. الثلاثي المرح بس. الثلاثي المرح دي الفلفله الهاديه الحلوه، شويه الكمون الحلوين دول، ما تحرمهاش من شويه خل عشان تاخد طعم المخلل. خلصت اهوت زي الفل. كل دول مع بعض ونقلبهم مع بعض كده مع عصره ليمون. دي تتبيله الطماطم اللي تغنيك انك تشتري مخلل. حلو قوي. وانا عشان برضو ما حدش يفهم الموضوع غلط وتلاقي بتقعد ترشي زعلان مني وان هم اصدقائي. انا ما بشتريش ترشي في رمضان، ترشي ما يخشش البيت، انا بنعمله في البيت كده. طماطم مخلله، بتنجان مخلل، خيار مخلل. شفت التتبيله دي كده. في الجون ونسقطها على الطماطم كده. الله. وقلبها لنا انت يا ابو حميد. سيبها لي يا شيف. خد راحتك في التقليبه حبيبي يا شيف. تسلم ايدك. هنغرفها هنا في الاني واحده شيف عشان احنا كده وقتنا خلص. طب لا حبيبي بسرعه بقى، انا معاك اهو. عينيا خلصت اهوت. هات يا ابو حميد. بسم الله الرحمن. اتفضل. الطماطم دي عايز تاكلها حلوه وعايز تستطعم بيها، تقعد في الثلاجه ساعه زمن. يعني تتعمل من الصبح، تاخد الصوص بتاعها بقى، تشرب بقى الصوص يخش جواها كده. وسهل على فكره. سهله جدا. طبعا والدتك ربنا يديها الصحه وحماتك، ربنا يعملوها احسن مني. خلي الحاجات دي. انت جامد يا باشا. بص يا غالي، مهما تعمل ومهما تروح ومهما تيجي، اكله الام لا يعلى عليها. خلي دي هنا كده. تمام. ونمسك الطبق نروق عليه كده، لانك انت يهمك ان يكون الطبق له برزنتيشن او له شكل. العين بتاكل صح؟ العين بتاكل. طب زي الفل. صح كده. حلقتنا النهارده فيها متعه، لان لما الراجل يخش المطبخ طبيعي غير لما الست تخش المطبخ. صحيح. احنا الايام اللي فاتت كان ضيوفنا طبعا نجوم شاشه القناه الاولى في النشره الاخباريه. النهارده معانا نجم من نجوم النشره الاخباريه، بنشوفه دايما على شاشه القناه الاولى، اعلامي محمد عبد الله حبيبي وصاحبي. تسلم يا شيخ. كان مستمتع معانا ان هو دخلنا وشفنا تفاصيله في المطبخ، اتضح ان هو اكتشفنا ان هو ملك الفته في العائله. انا مش عايز اتكلم عن نفسي كده. طماطم مخلله، رز بشعريه، ومعانا الكفته والسمبوسه في قلب الزيت بتتحمر في طريقه ان هي تتحمر. وحلقتنا النهارده بساطة سهولة مرونة، وبشكر طبعا الإعلامي محمد عبد الله مقدم النشرة الإخبارية على شاشة القناة الأولى. كل عام وحضراتكم بخير. كل عام وحضرتك بخير، وشرفتني ومبسوط جدا معاك يا شيخ بجد. أشكرك يا أبو حميد. أشكرك. نورتني. طيب. ربنا يخليك. شكرا. شكرا.